صلي على محمد تربح وزيد صلي على محمد سعد وتربح هذه اللي لهم باركه وهذا النهار سيصدق بالحبيب بحياه رسمنا النبو من جاو من زين علي يا ربي تاني الاحباب والاقراب وان شاء الله الفرح دايم قول يا خالي قولي والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أوصى زوجيني بمعاشرة ولفاق وقال الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن عقد الزواج من أبرز الأعمال أجرا وحلالا وعقده من أقدس الأوقات ثوابا وكمالا. إنه يعصم النفوس الطاهرة النقية ويبني النفوس الفاضلة التقية. به يستمر الناس وتعمل الأرض وبه بعد الاختلاف يكون التعاون والسكن والمودة في لحظة السوق. وكذلك الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته خلق لكم انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك الايات للقوم يفرحون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد بارك نصف الدين فليتق الله في النصف الاخر. ان شاء الله سعيدا اتق الله في النصف الاخر خاصه ان تنطلق على دروس المصلين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كتاب الزوجه افرح المراه بارفع بمالها بجمالها بحسبها ودينها واطلب بذات الدين فهي كذلك. علاش يختار الانسان الزوجه ذات الدين؟ نعمل من عند ربي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله بعد صالحه. وجدت اوصاف صالحه في الحديث الشريف اذا عملها طاعت واذا نظر اليها سرت واذا غاب عنها حفظته في بيته وماله وعرضه. في حديث اخر للرسول صلى الله عليه وسلم نفس الايه الكريمه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قالوا من حسنه قال من صالحه. وعلى كده تكون الانسان الزوجه ذات الدين ويقول الدعوه الحسنه وما صالحه. ان شاء الله تكون انت في مستوى الصلاح الذي انعم الله به عليك لان الحياه الزوجيه حياه تعاون متكامل بين الزوجين. اذا صحه الاسره اكيد مجتمعات صالحه. ان شاء الله سي ايمن المسلمين من بشير وكبيره يكون قد ذكر بالدعوه الحسنه والصلاه وجمعنا في هذا الموكب الميمون ونشر اخر صداقه سيكون ان شاء الله مستعد في مقرور على البنت الاصيله المرسوم انسى ايناس بن فتحي بن عمر النجار على ماهر سماه لها وان شاء الله تسمى مباركين وترضى به وقدر دينا بمحضر الشاهدين والداء الزوجين. الشاهد أن معي بين الزوجين من نمر كبير مانع شرعية وقانونية. ودي هنيهم إن شاء الله. جعل الله زوجهما سعيدا وإن مسؤولي عامل المديدة ومنحهما شكر الهناء ومن أجل لهم مودة مصاحبة المصفاء ومن سفاهما بلا بلد أبناء وجعل حياتهم وفاقا واتفاقا معاشا طيبا بجلسة الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. هيا
ها؟